ريكورد كوايت. إنها مداعبة فقط لغير، إنها مداعبة خلال ورشة التحضير وليست استعراضاً للتعبير عن مهارات كما قد يظن. هي محاولة للقول تحديداً إن هذا العود ودوزانه الخاص هو خاصة صاحبه، والآلة الموسيقية تشبه روح عازفها. كلما تعتقت بين يديه تعتق الصوت وشف، لذا لا يمكن أن أنطقها كما الذي سبر مجاهلها وصرف أياما من عمره ليجد صورته وصوته الخاص في صوتها وصورة عراقه في قمرة الرنين الذي لابد أن يجعل من النفس تعلو في النشوات إن أحسن التدبير في الرحلة نحو التجلي. العراقيون غالبا تلتقي بهم خارج مائهم ونخيلهم، مبدعون يشبهون الطيور المهاجرة، هكذا كان قدر معظمهم منذ سبعينات القرن الماضي. توزعوا في مدن العالم، حطوا على أشجار الغابات البعيدة، حملوا عراقهم حكاية، لوحة، غناء جارحا، حملوا أحزانهم وقصائدهم ومشوا، ومع كل خطوة يتعتق صوت البلاد في أرواحهم. مشوا مرددين مع مصطفى جمال الدين: بغداد ما اشتبكت عليك الأعصر إلا وذوت، ووريق عمرك أخضر، مرت بك الدنيا وصبحك مشمس، ودجت عليك ووجه ليلك مقمر، وقست عليك الحادثات فراعها، أن احتمالك من أذاها أكبر.